اليوم 25 مارس كانت عندنا حادثه على مستوى محطه الوئام حادثه انحراف قاطرة تراموي في الحال كانت فرق التدخل تاعنا تاع الوحده العمليه سيدي بلعباس كانت في عين المكان وتكفلنا بالمواطنين اللي كانوا داخل القاطره خرجناهم والحمد لله ما كان اي خسائر العمليه راهي متواصله لحد الان لكي باش نعاودوا ندخلوا ان شاء الله القاطره على مستوى مركز صيانه وعلى كل حال حركه الترامواي راها الان رانا راها منقطعه العمليه راه في في قيد التحقيق على كل حال باش باش نعرفوش هي الامور اللي وصلتنا لهذا الشيء